السلام عليكم، تحية رياضية للمشاهدين الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الحصة ديال اليوم كيفما اتفقنا دائما أنها قسموها ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى فيها يعني عملية إقناع ميشوفمون ديال الكور ديالنا هشام الإدريسي إطار وطني. فهاد اللايف يعني تضامنا مع الإخوان ديالنا يعني في المغرب وخارج المغرب، فاخدينا هاد البادرة على أساس أننا نعطي واحد الإضافة في الميدان اللي كنشتغلوا فيه. فكنقوموا بحصة تدريبية يومية المدة ديالها 45 دقيقة، وهي خاصة يعني بجميع شرائح المجتمع، سواء الناس متقدمين في السن، وليدات صغار، نساء، رجال. والحمد لله لقيت واحد التفاعل كبير. في البداية كانت فقط مجرد يعني الكلام، ولكن اليوم الحمد لله يعني هي حيز التطبيق، وكاين يعني واحد المتابعه كبيره هي اللي حمستنا على اساس اننا نجتهدوا اكثر لما فيه خير للبلد والعباد. فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الاعداد يعني تكاثر، لانه فيه يعني افاده كثيره، خصوصا حنا نعيشوا الحجر الصحي، كاين الروتينيه، فيعني حتى تنشيط الدوره الدمويه، كذلك تقويه المناعه لمحاربه هذا الوباء الفتاك، فهو غيساعدنا كثير. ثم العامل النفسي، لان من بعد ما كتاخذ حصه تدريبيه حتى المعنويات ديال الانسان كترتفع، كتولي عنده طراوه، كتولي عنده رشاقه، وكيمكن له يقوم باي عمل في البيت ديالو يعني باريحيه. فكنتمنى ان شاء الله ان نوفق في هذا العمل اللي غيبقى طيلة شهر رمضان بإذن الله، دائما من الساعة الخامسة والربع إلى الساعة السادسة، يعني وكتبقى ذاك الساعة إن شاء الله الرحمن الرحيم الأذان المغرب للإنسان أنه يرتاح فيها ويجد فيها يعني طاولة الأكل اللي تكون مفيدة أيضا. فرسالتي يعني الإخوان والأخوات اللي كيسهروا يعني مثل الأعمال خصوصا البدنية، أنه الآن شهر رمضان وتنظن بأنه ما يكون على إلمام بهذه الأمور، ما تكونش يعني الشدة في الحصة التدريبية، باش كل يستطع أنه يكمل الحصة ديالو. ثم أنه يكون هناك واحد يعني أن نوبجيكتيف في كل حصة، دائما يكون عندك واحد الهدف، ما يكونش خليط يعني من الحركات اللي يمكن لها أنها تربك يعني هذا المتلقي. ثم كذلك نصائح فيما يخص الامور ديال التغذيه والحميه، لان يعني كنعرفوا بعد مجهود بدني وفي الصيام تيخص يعني دائما يعني البروتينات، الفيتامينات، الالياف، كل هذه الامور هذه الانسان يمكن له انه يمد يعني الاخ ديالو بالمساعده فيها، وما نكونوش يعني كثار يعني في التنويع في الاطعمه بعد يعني الفطور، لانه هذا مضر للصحه، وبالتالي يبقى عندنا الجسم سليم، وان شاء الله نطبقوا القول ديال صوموا تصحوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.